تعالوا نشوف إنجازات وبطولات وليد سليمان الكبيرة الرائعة. وليد انضم للأهلي في أغسطس 2011، 11 سنة مع النادي الأهلي، لعب 295 مباراة، سجل 68 هدف وصنع 48 هدف، سبع ألقاب دوري عام، عد البطولات، عد 24 بطولة، سبع ألقاب دوري عام، لقبين كأس مصر، ست ألقاب كأس السوبر المصري، أربع ألقاب دوري أبطال أفريقيا، أربع ألقاب السوبر الأفريقي، لقب في الكونفدرالية، برونزيتين في كأس العالم للأندية. يا نهار أبيض، ده في أندية في العالم، في العالم ما بتحققش الإنجازات دي كلها، وليد سليمان حققها. نموذج بصراحة. هو بيقول ان هو هيفتكر دايما جماهير النادي الاهلي بكل خير، وانا متاكد ان جماهير النادي الاهلي عمرها ما هتنسى وليد سليمان. وليد سليمان هيتم تجهيزه انه يبقى عنده منصب اداري في النادي الاهلي خلال الشهور والسنوات القادمه، وبالتاكيد يستحق، لانه لاعب عظيم كبير ومخلص. بالملايين تحت وتاريخ متذهبي، وادي اللي بيرضي ربه، بص بيوصل لايه. رجع على بره واحده وليه، هنشوف وليد اهتهى. ايه وليد يا سليمان ده، بيسمعني ولا ايه؟ الراجل في وش رجله ما بيبعدش خطوه في الثانيه على طول.